النهارده سمعنا مع بعض خليل وهو بيقرأ القرآن الكريم، وعرفنا ان هو حافظ 15 جزء وهو سنه 13 سنة، ونفس الكلام محمد ما شاء الله برضو حافظ 7 أجزاء ما شاء الله. يعني في ناس أصلا يعني وكبيرة كمان وما بتعرفش لا لسه طب حتى تقرأ القرآن ذلك الكريم. فضل الله يؤتيه من فده يشاء. فضل من صح عند ربنا طبعا سبحانه وتعالى. أنا بشكر حقيقي أهلهم صح، يعني الأب والأم اللي هم مصرين على ده ونشجعهم ان هم وبيعملوا يكملوا. يعني بيعملوا مجهود طبعا علشان طبعا يوصلوهم لكده، وهم كمان ان هم بيستجيبوا وبيحفظوا وبيتعلموا القرآن الكريم في زمن يعني كثر فيه الاشياء اللي بتشغل بال الاولاد طبعا وبتخليهم ممكن يبقى عندهم ما عندهمش اصلا القابلية زي الاول. كانت الدنيا اهدى من كده بكتير، دلوقتي طبعا في حاجات كتير قوي تخليهم ينشغلوا عن ده، أكيد لكن هم الحمد لله ما شاء الله عليهم ربنا يحفظهم. هم بجد نموذج وقدوة بنقدمه النهاردة من خلال إن شاء المسابقة الله مع حضرتك ومن خلال الحلقة النهاردة وبرنامجنا، وبنقول إنه الناس تقدر تعمل ده. وبنقول ان في نماذج اهي، نماذج قادره تعمل. اللي بيقول لا ما عندناش وقت، لا الدراسه المذاكره المدارس الدروس كذا كذا، في نماذج اهي يا جماعه بتواظب وبتروح وبتروح مدارس وبتروح دروس وبتذاكر، وعلى يقين ان هم بيطلعوا من الاوائل، لان القران ما فيش حد شاطر في القران ابدا ويبقى خايب في الدراسه، لا يمكن. لازم النجاح يتبعه نجاح اساسا، لان القران من غير حاجه هو بيقوي الذاكره. صحيح. يعني يقول لك حتى ان في واحد كان نبي بينسى، فراح لدكتور قال له اقرا قران كتير. القران بيقوي الذاكره، فمع المذاكره اكيد في فايده كبيره كمان يعني طبعا. اكيد احنا لسه كان وتوفيق خليل يدلنا البركه بتاعه مع البيت اللي كله. اختار طريق ربنا واللي اختار طريق القران، من ترك شيئا لله اخلفه الله خيرا منه. صحيح. فاكيد يعني وساب وقته وساب نومه وساب، ممكن الوقت ده انا كنت اقعد فيه على التليفون، ممكن الوقت ده انا كنت ايوه انزل العب اللي هي فيه، متعتهم في السن ايوه ده. اللي هي المتعه في السن ده، كان ممكن الوقت ده اضيعه في اي حاجه تاني، انما انا اخترت ان انا الوقت ده ما يضيعش، انا اخترت وسبعة ان انا يظلهم الله تحت ظل استثمر عرشي. الوقت ده، فالوقت ده مش ضايع، الوقت ده مستثمر وهيلاقيه وبيلاقيه واهلهم هيلاقوه طبعا. لان ما فيش يعني مش هينقص مال، لان ربنا ما بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما كانش القصد الانفاق مال بس، الانفاق وقت، الانفاق مجهود، مجهود. مش الانفاق المال اخر الدرجات، انما انفاق الوقت والحاجة اللي احنا بنحبها قوي وبنسيبها عشان خاطر ربنا، دي اللي هي فيها الانفاق الاشد. الله ده يعني معنى سهل جميل قوي قوي. ان انا اطلع من جيبي فلوس واتصدق بيها، انما صعب على نفسي ان انا زمايلي بيلعبوا وبيخرجوا وبيروحوا وانا عندي في الوقت ده وقت المقرأة بتاعتي، صحيح. وانا عندي الوقت ده وقت الحفظ بتاعي، انا عندي الوقت ده وقت المراجعة، فانا بضحي بده عشان اخد ده. خليل عايز تقول حاجة؟ اتفضل يا شايفاك خليل. واخد المايك كده ومستعد، قول قربوا بقى وقول. القرآن عمره ما عطلنا عن المذاكرة، القرآن بيدعمنا اكتر. ما شاء الله عليك. ربنا والله يبارك حاجة فيك. تفرح يعني حاجة طبعا. ما شاء الله، وفي السن ده والتشجيع ده، فأنت أكيد حبيت القرآن، أكيد عشان كده القرآن حبك طب وكمل تفتكر معك. أنت اللي هتفوز في المسابقة ولا محمد؟ ربنا اللي هيريد والله. حلو الرد يعني بتاعك الجميل ده، شايف احنا يخلينا مش عارفين يعني نقول حاجة. تركنها لله يعني. طب وأنت يا محمد؟ وأنت يا محمد؟ ربنا اللي يريده ربنا كله خير. اللي يريده ربنا، يعني احنا مؤمنين بقضاء الله وقدره. علشان يعني الحاجة سعدية طلبت انه يبقى يعني النهاردة حاجة كده بالنسبة للناس تشجيعية، فاحنا قلنا انه ما احنا حتى عشان لو هنقول مثلا الاثنين. محمد كان قرأ بهدوء شوية، خليل قرأ بتوتر مثلا، بس ما شاء الله خليل وصل لنصف القرآن، محمد معاه 7 أجزاء، فانت محتارة يعني أيوه. عارفة ازاي ده، فما شاء الله عليهم الاثنين، هناخدهم حتى يعني حاجة جميلة، ناخدهم تحفيز ومش هنحبط حد، يعني السباق والإجازة كلها عند ربنا سبحانه وتعالى، والتنافس في والتنافس الخير يعني في الخير حاجة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صحيح. انتوا نورتوني. وصلنا الإنسان إحسانا جت في حسنا اللي جت في العنكبوت، وإحسانا جت في الأحقاف.
يعني احنا بنجيب لكم المتشابهات واخده بالك؟ ده بيرد من غير ما نسال. يعني خد يعني في يعني في احسان يعني في القران، فهو بيقول لك ورد في موضوعين، في العنكبوت وفي لقمان. ايوه في لقمان، وفي لقمان ما جاش ولا احسان ولا حسن. امال لقمان وصينا الانسان بوالديه حملته امه على طول، لكن احسانا وحسنا جت واحده في العنكبوت وجت واحده في الاحقاف. برافو عليك. يعني احنا بنرجح الدرجه عشان لما ندي له الجايزه بنسهل عليك النهارده المسابقه وانت بتصعبها على اللي جايين. انت بتقول لنا كده نسالهم يعني بعد كده في المتشابهات؟ لا ان شاء الله يا رب دايما كده يبقى عايز لك ان انا حافظ والله وعارف المتشابهات. أيوة بس يعني صح ما شاء الله عليك، حاجه مشرفه طبعا. احنا يعني انا سعيده جدا ان انتوا كنتوا معانا النهارده، مبسوطه بالحماس اللي عندكم واللي في صوتكم وكلماتكم الجميله، وبقول لكم نورتونا، وبجد انتوا الاثنين فايزين النهارده معانا، علشان يعني تبقوا دايما كده نموذج وقدوه لكل الاولاد اللي بيشوفونا ولكل الاهالي اللي بتتابعنا، انه احنا نقدر نعمل ده مع اولادنا. تقولوا ايه ربنا يحفظكم؟ تقولوا لهم ايه بقى؟ بنشجعهم على حفظ القرآن. القرآن عمره ما يعطلك عن الدراسة ولا يعطلك عن حاجة. صحيح، وانه سهل كمان واحنا بنحفظ، وبعدين سورة بقى بتجيب سورة والموضوع بيبقى أحلى وأجمل. ليه ليه حلاوة طبعا. نص سور القرآن كلها قصص عن الأنبياء. ايوه معلومات. لا ده كمان علشان الناس فعلا اللي بتسال في انا يعني هقدر اتعلم القران، هو انا هقدر فعلا اتدبر القران؟ حاجه سهله مش هعطلك عن اي حاجه يا حبيبي. صح. مبروك مبروك ان انتوا شاركتوا معانا النهارده، واكيد دي حاجه يعني كانت بالنسبه لكم رهبه قبل ما تيجوا، لما جيتوا كده فخلاص الرهبه دي راحت، وبجد بقت فرحه لمشاركتكم. وانا كمان مبسوطه جدا ان انتوا شاركتونا النهارده. ممكن بقى حضرتك يعني تسلميهم القران الكريم؟ اتفضل اتفضل. خليك اتفضل. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا يا حبيبي، ينفع بيكم الله خير. شكرا.